العالم الجليل والمفسر المعروف الشيخ محمد علي الصابوني في ذمة الله عن عمر ناهز 91 عاما ألف خلالها 57 كتابا أبرزها صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير ومختصر تفسير الطبري والتبيان في علوم القرآن. توفي الشيخ في مدينة يالوا التركية، وبتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شيع الشيخ الصابوني في مدينة اسطنبول، ودفن في مقبرة مركز أفندي باسطنبول إلى جانب قبر رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان. حشد كبير من الأتراك والجاليات العربية والدعاة والهيئة والروابط العلمائية شاركوا في مراسم التشييع، ذاكرين مناقب الشيخ ومآثره العلمية الكبيرة. إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة، يا أيها الإخوة من يسد هذه الثلمة إلا أنتم يا معشر الشباب، يا معشر الشباب أنتم الذين ندبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقلوا هذا العلم من جيل إلى جيل، فإياكم أن تتقاعسوا حينما ترون علما مثل هذا الرجل العظيم. موت العلماء مصيبة كبيرة على الأمة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وبفقدهم تنثلم ثلمة كما نقل عن بعض أهل العلم. ولكن هذا الفقدان ينبني علينا أو يرتب علينا على الأمة جمعاء أنه نحاول طلبة العلم أن نسد هذا الفراغ وأن نقتدي بهؤلاء الذين ذهبوا إلى ربهم إلى جنات الخلد بإذن الله تعالى. ولم يقتصر جهاد الشيخ على الناحية العلمية فحسب، وإنما صدح بكلمة الحق في وجه النظام السوري غير مبال بما سيناله من تهجير وتشريد. لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب الذي يسمى بشار الأسد. عظم مكانة الشيخ الصابوني في نفوس المسلمين جسدتها الحشود الغفيرة المشيعة التي تؤكد أن الخير باق في الأمة ما دام أبناؤها يجلون العلماء ويعرفون عظم المصاب بفقدهم.